الطبيعي يعني بعد حجر فترة معينة لابد أن يكون اللقاء الأول لرئيس الجمهورية هو مع السلطة التنفيذية الأعلى في سوريا، هذا هو الشيء الطبيعي لأنه هي اللي بتمس مصالح المواطنين بكل تفاصيلها، ولو أنه هالمرحلة نفسها كانت هي المرحلة الأغنى يمكن بالحوار بيناتنا من خلال القرارات اللي صدرت أو من خلال المراسيم اللي كانت مركزة على تخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل عام. وهالخطوات اللي تمت سواء منها البعض تشريعي أو البعض تنفيذي على الواقع يعني تؤكد فكرة أو مقولة أنه لا يوجد شيء مستحيل. يعني لا يوجد شيء مستحيل لا يعني بأننا قادرين على حل كل المشاكل، نستطيع دائما أن نحل جزء من المشاكل، وبنفس الوقت بما أن المشاكل دائما على المواطن هي تراكم لمشاكل، فعندما لا نستطيع اليوم أن نحل مشكلة معينة نستطيع أن نحل مشاكل أخرى تخفف عن المواطن. وأنا رح أعطي مثال هو سعر الصرف اللي عم نعيشه حاليا. سعر الصرف معركة، تمكننا من تحقيق إنجازات لم تتحقق سابقا، ربما لها علاقة بالظروف، لا علاقة بعوامل كثيرة، ولكن أهم عامل في مثل هذه الحالة هو الإرادة. لا يكفي أن نقول لا يمكن أن نوجد حل، لا، في مرحلة ما بطريقة ما يمكن أن نوجد حل. وبما أنها معركة أو بما أنها حرب وليست معركة فنحن ربحنا بعض المعارك، ومن يومين بدأ الضخ المعاكس من قبل الأعداء وربحوا بعض المعارك قبل الظهر وربحنا بعض المعارك بعد الظهر. الخطأ في مثل هذه الحالة أو هذا النوع من المعارك أو هذا المثال أن يعتقد الناس سواء كان مسؤول أو أي مواطن أن هذا الموضوع هو موضوع إجرائي. لا، الموضوع أوسع، هناك مضاربين، هناك مستفيدين من جانب، ولكن هناك معركة تقاد من الخارج، وأصبحت أدوات هذه المعركة بالنسبة للأعداء واضحة بالنسبة لنا، ومن خلال وضوحها ومعرفة كيفية الآليات أو معرفة الآليات التي استخدمت قمنا نحن باستخدام آليات معاكسة. يجب توعية المواطنين على أن ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف لأنه لا يقل أهمية على المعركة العسكرية لاستقرار البلد، مثله مثل الحرب، مثل الأمن الغذائي، مثل كثير من العوامل الأخرى، يجب أن يتعامل معها كمعركة. فإذا لم يقف المواطن مع مؤسسات الدولة في هذه الحرب فسوف تخسر المؤسسات مهما قمنا من إجراءات. فارتفاع سعر الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء، هذه نقطة أساسية لا يمكن تبريرها ولا يمكن القبول بها. ارتفاع السعر غير منطقي وانخفاضه كان غير منطقي. كل تاجر يستفيد بهذا الزمن، الفترة الزمنية القصيرة، هو لص. فتبرير ارتفاع الأسعار على فترة زمنية طويلة محددة قد تكون أسابيع أو تكون أشهر ممكن، ولكن بالساعات لا يمكن أن نبرر أي ارتفاع بالأسعار، لأن هو لديه مواد اشتراها بسعر صرف أقل وقام بسرقة المواطن بفارق السعر. فلا بد أن نتدخل وبقوة، وكل ما له علاقة بالعقوبات نتشدد به بدون تردد.